حلم التخلص من ارتداء النظارات الطبية والعدسات الطبية اللاصقة صار حقيقة في ظل وجود تقنيات الليزر لتصحيح البصر، لكن البعض بيخاف من عمليات الليزر كون العين عضو حساس. لهيك اليوم احنا موجودين في مركز النور لطب وجراحة العيون لنحكي عن عمليات الليزر، كيف بتكون وكيف بيكون وضع المريض بعدها. تعالوا معي. معنا دكتور عبد الفتاح عرفات، استشاري طب وجراحة العيون في مركز النور في المستشفى العربي التخصصي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بكم وبتلفزيون فلسطيني. يعني إحنا حكينا في المقدمة إنه كتير ناس عندها مشاكل في البصر، ترتدي نظارات وعدسات لاصقة لكن بتخاف لأنه العين مثل ما حكيت في المقدمة برضه عضو حساس. فبداية لو حكينا للناس شو الليزك؟ الليزك عبارة عن عملية من عدل فيها شكل قرنية العين بحيث أنه نتمكن من تصحيح كامل كمية قصر النظر أو الانحراف أو طول النظر اللي موجودة لدى المريض، وبالتالي منقلل جدا من اعتماده على النظارات وربما يستغني تماما عن النظارات أو العدسات. طبعا أو العدسات لاصقة. أي مريض بيقدر يتوجه لأي مركز طبي لجراحة العيون ويعمل الليزك؟ أكيد مش كل مرضى العيون بيقدروا. بالتأكيد هو مبدئياً يعني هناك حلول لقصر النظر والانحراف لكافة المرضى أو الغالبية العظمى من المرضى، ولكن المرضى اللي بيحتاجوا لعمليات الليزك والليزر السطحي في لهم خواص معينة أو مواصفات معينة بهمنا أمرها. أهم شيء أنه ما يكونش عند المريض كميات كبيرة جداً قصر النظر وطول النظر أو الانحراف. شيء ثاني أنه ما يكونش في جفاف شديد في نمع العين، وبرضه أنه تكون قرنية العين منتظمة وفيها من السماكة ما يكفي أنه تنعمل العملية. نعم، قصر وطول النظر لأي حد مسموح للشخص؟ أكيد هو درجات يعني. نعم. فلأي درجة مسموح للشخص لا يقدر يعمل ليزر؟ هلأ إحنا بنبدأ عادة بحوالي درجة، يعني اللي عنده قصر نظر درجة فما فوق هو يعني مؤهل لأنه يعمل هذه العملية. عادة منحاول ما نتجاوز 10 درجات بطريقة الليزر أو الليزك، لأنه بعد ذلك النتائج بتكون يعني أقل يعني فائدة من ناحية المريض. هناك طرق أخرى لعلاج هذه الكميات لكن مش عن طريق الليزر أو الليزك. نعم، حكينا مين الأشخاص اللي مسموح لهم يعملوا الليزك، طب مين الأشخاص اللي ممنوع مرفوض إنهم يعملوا ليزك؟ أولاً الأشخاص اللي تحت سن 18 يفضل يعني إنه ما نعملهم العمليات هاي، أولاً لأنهم هم تحت السن القانوني، وثانياً عادة بيكون كمية قصر النظر أو طول النظر الموجودة عندهم غير ثابتة، وبالتالي إذا بنعمل العملية لهم بسن تحت 18 ممكن بعد سنتين أو ثلاثة أو أكثر تزيد هذه الكمية، وبالتالي يردوا يضطروا يعملوا العملية مرة ثانية. ففي هيك حالة إحنا بننصح إنه ينتظروا لبعد سن 18. هلأ في ناس فوق سن 50 برضو احنا ما بنحبش نعملهم العمليات لسبب انه وارد انه يكون عندهم تغيرات في عدسة العين اللي احنا بنسميه المي البيض او الكاتركت، وبالتالي احنا بنقدر نصلح لهم قصر النظر او طول النظر الموجود عندهم باستخدام عمليات زراعة العدسة او استبدال عدسة العين الاصلية بعدسة اخرى، وهذا بساعدنا انه نحل المشكلة من دون ما نضطر انه نعدل شكل القرنية. بالاضافة لذلك الناس اللي عندهم التهابات في قرنية العين، الناس اللي عندهم جفاف شديد، الناس اللي عندهم قرنية مخروطية، هذه مهمة جدا، ما بصير يعملوا عمليات الليزك وبشكل أقل الليزر السطحي. نعم، هم ما بيقدروا يعملوا ليزك لكن بنفس الوقت في لهم حلول أخرى ليستغنوا عن النظارة أو العدسة. هناك حلول أخرى لتقليل اعتمادهم على النظارات. إحنا يعني بنقول تقليل الاعتماد على النظارات لأنه أحيانا بضل كمية صغيرة جدا بالنسبة لهدول المرضى اللي عندهم قرنية مخروطية، فإحنا بنساعدهم بأنهم يعني نقلل من اعتمادهم على النظارات ويقدروا يعيشوا حياتهم الطبيعية. يعني في مسميات ليزك، ليزر، فيمتو ليزك، هل هاي المسميات تحت مظلة واحدة ولا كل مسمى له علاج ومرض خاص فيه؟ هو في البداية ظهر الليزر السطحي أو اللي بنسميه الـ PRK، هذه أول عملية ظهرت، وهالحكي كان من حوالي 30 سنة.
فالفكرة منها أنه إحنا نكشط سطح قرنية العين، نعمل الليزر اللي بدنا نعمله، وبعدين نستنى على بال ما أنه الطبقة الخارجية اللي كشطناها ترجع تسكر مرة تانية. هاي يعني الفكرة الأساسية من الليزر السطحي، وفي عليها تنويعات مختلفة. التنويعات هاي يعني ما بتغير بجوهر العملية. هل النوع الثاني اللي ظهر بعديه بسنة أو سنتين اللي هو الليزك. في الليزك إحنا بنيجي لقرنية العين، منقص طبقة رقيقة من القرنية بنحطها على جنب. طبعا هذا كله رح تتكلم عنه ونشوفه بالتفصيل. أيوة. نعمل الليزر اللي بنعمله، وبعدين بنرجع هاي الطبقة اللي قصيناها مرة تانية مكانها. ميزة هذه الطريقة عن الطريقة الأولى إنه النقاهة تبعتها أسرع، والألم تبعها بيكون أقل، وفي نفس الوقت بتساعد إنه المريض يرجع على حياته الطبيعية بسرعة. لكن هذه العملية يعني ممكن إنه تزيد في جفاف في دمع العين، وممكن كمان برضو إنه تضعف قرنية العين، وبالتالي المريض اللي عنده قرنية رقيقة أو احتمال لعدم انتظام في القرنية ما بننصحه بإجراء عملية الليزك. دكتورين سؤالي، لو شخص عمل عملية الليزر من بدايتها ويبدو أو يعني بتخيل ببداية التسعينيات بلشت الليزر، هل عنده فرصة إنه فيما بعد إذا نظره صار أسوأ أو تراجع إنه يعمل بالتقنيات الحديثة، ولا اللي بيبدأ على تقنية قديمة لازم يضل عليها، ولا هي الليزر لمرة واحدة؟ لا، هو الحقيقة ممكن أنه يعمل عمليات تكميلية، نسميها عمليات تكميلية. في معظم الحالات العين ممكن إحنا نكرر العملية مرة تانية، سواء مثلا ممكن المريض يكون عمل عملية الليزك، ممكن نعمل له الليزر سطحي فوقيها، ممكن نرجع نفتح مكان العملية القديمة ونكمل الكمية اللي ضايلة. وتقريبا يعني صار عندنا من في البدايات كان في مثلا مرضى صغار جدا بالسن بحدود 20 سنة أو 19 سنة عندهم كمية كبيرة، هذول عرضة أنهم يصير عندهم تراجع. فيجوني ناس مثلا بعد 10 سنين أو 12 سنة من العملية الأصلية عملنا لهم عملية تكميلية ورجعوا يعني تحصل نظرة مرة تانية واستغنوا عن النظارات. يعني هي مش عملية مرة واحدة بالعمر، بالإمكان إجراءها مرة تانية بس بشرط توفر الظروف. يعني إحنا نرد من قيم المريض مرة تانية من جديد بحيث أنه نتأكد أنه قياساته دقيقة. طبعا إحنا بالنسبة لي يعني ما منكلف المريض مرة تانية، نعتبر لها أنه تكميل للعملية الأصلية. نعم. العملية قديش مدتها كلها على بعضها، قديش بتاخد وقت؟ يمكن تستغربي، الليزر بالذات اللي بصلح الكمية لا يزيد عن 50 ثانية. 50 ثانية يعني ما تخافوش. كليزر 50 ثانية وبعدها بينام بالمستشفى ولا بيروح؟ لا بروح بنفس اليوم. لكن تحضير المريض للعملية وتجهيز العين وكذا باخد عادة بالمعدل حوالي 10 دقائق للعين الوحدة، بين تحضير وبين لكن العملية 50 ثانية. كليزر لا يزيد عن 50 ثانية. طيب عملنا العملية وروحنا على البيت، فترة النقاهة قديش؟ وقديش يعني بدي وقت لحتى أرجع أمارس شغلي، خصوصا إذا كان مثلا اللي بيشتغل خباز أو عامل بناء أو غيره؟ في العادة الليزر بيكون يعني فترة نقاهة بعد عمليات الليزر بتكون بحدود الأسبوعين. احنا عادة هذا الكلام نقوله لكل المرضى. نعم. لكن في حالات الليزك ممكن الفترة هاي تتقلص لأربع خمسة أيام، لأنه زي ما حكينا النقاهة بالليزك أسرع من الليزر. في حالات الليزر السطحي سبب البطء في التحسن النظر بعد العملية إنه الطبقة الخارجية اللي كشطناها في عملية الليزر السطحي تعود بتكتمل مرة تانية بعد حوالي 3 أيام، وبتاخد حوالي 2 أسبوع على بال ما أنها تثبت في مكانها. هذه الفترة هي بنعتبرها إحنا فترة حرجة، بهمنا إنه المريض ياخد راحته فيها وما يتعرض ل يعني إجهاد أو ضغوط أو جفاف ممكن إنه يأثر على هذه الطبقة. وبالتالي إحنا بنحب دائما إنه نعطي المريض وقته، لأنه هاي عملية المريض بعملها لعمره كله، وبالتالي نهتم انه ياخذ فرصته في انه ياخذ افضل نتيجه من العمليه.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. عملية الليزر في إلها مخاطر، يعني بمعنى أنا جاي أصحح نظري ممكن يصير مضاعفات وممكن يكون في خطر على بصر المريض ولا لا؟ هو عملية الليزر والليزك يعني الحمد لله أنهم من أأمن العمليات اللي بيجريها المريض سواء في طب العيون أو في غير طب العيون، يعني إحنا نعطي للمريض نسبة نجاح بحدود 95%. كلمة 95% بتعني أنه من بين كل 20 مريض بيعملوا هذه العملية 19 واحد فيهم ما بعود يحتاجوا للنظارة إلا الأشياء دقيقة جدا زي شريط الإخبار اللي بتحطوا لنا إياه في التلفزيون. أنتوا هذا جيب لنا على فكرة زباين كتير، يعني لأنه الشريط دقيق جدا هذا بيخلي الواحد يحتاج
عندهم نظارات صغيرة. نعم. فالمريض يعني بشكل عام المرضى كانوا مش قادرين يقرأوا الصورة. بالضبط. يعني إجانا مجموعة جديدة من المرضى فبيجينا مجموعة إضافية. فبشكل عام المريض بيستغنى عن النظارات في 95% من الحالات. هلأ في واحد كل في من كل 20 واحد في واحد ممكن يرجع لنظارة خفيفة سواء كان بزيادة أو بنقصان، ماشي؟ وفي نسبة 1 في 1000 ممكن انه تصير عنده مشاكل من النوع اللي حتى لو لبس نظارة ما رجعش نظره 6 أو 6، مثلا ممكن تلتهب القرنية، ممكن تصير زي اعتامات في القرنية بحيث انه تعمل مشكلة بحيث انه ما يرجع نظره 6 أو 6. هاي نسبتها 1 في 1000. يعني احنا بنقول للمريض نتمنى ان انت تكون من 999 اللي ما بصير عندهم مشاكل، بس لكن بكل الاحوال ما بيفقد بصره بإذن الله. لا يعني هذه مشاكل فقدان النظر نادر جدا جدا جدا، يعني بتحكي عن 1 في 100 ألف. إذا وهي حتى يعني الحمد لله مستبعد الحمد لله. يعني لي 15 سنة بشتغل في الموضوع هذا ما شفتش حالة فقط فيها المريض نظره كليا من الليزر والحمد لله. نعم دكتور، نصيحة بتحب توجهها للناس اللي بيفكروا يعملوا ليزك، خصوصا الناس اللي بيكون وضعها المادي نوعا ما غير مستقر، فبتحاول تدور على مراكز سعرها أو بتقدم سعر أقل من مراكز غيرها لحتى أختار المركز المناسب وأحافظ على صحة عيوني، شو أعمل؟ شوفي، خلينا نجاوب السؤال هذا بطريقتين. نعم. الطريقة الأولى إنه هل الليزر أو الليزك يعني إجباري؟ الحقيقة لا، يعني البدائل الموجودة النظارات والعدسات اللاصقة، وبالتالي اللي ما عندهش إمكانية إنه يعمل العملية هاي من 20 سنة ما كانش في حد يلبس يعمل العمليات ليزر وليزك، وبالتالي ما يحزن ما يزعل من الواحد إنه لو ضلوا على نظارات أو عدسات اللاصقة. الآن يجي للسؤال الثاني، إذا كان قرر يعمل العملية هل يعملها في بلده ولا يعملها في مكان تاني يعتقد إنه هو المكان اللي أفضل لهذه العملية؟ الشيء اللي بدي أبشركم فيه إنه فلسطين الآن أصبحت تمتلك الأجهزة الأحدث في عمليات الليزر والليزك. يعني أنا بحكي لك عن 90% من المراكز الموجودة الآن في فلسطين عمر أجهزتها لا يزيد عن 4 سنوات، يعني كلها الحمد لله ممتازة سواء في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب. وبالتالي أنا يعني بطمن مرضانا إنه إحنا لدينا أحدث الأجهزة، لدينا أفضل الأطباء اللي تدربوا في أماكن مختلفة وبحضوا مؤتمرات سنوية وبعرفوا بالضبط شو بيعملوا لمريضهم. فإن شاء الله إنه المريض لو يكون في بلده رح يأخذ أفضل نتيجة بغض النظر عن المكان الموجود فيه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، إنه في ميزة لأن الواحد يعمل عمليته في بلده، إنه عمل إنه طبيب وجنبه سهولة مراجعة المريض جنبه. يا طبيعي، يعني أنا كتير بيجي المرضى بتصل فيه بنص الليل بقول لي والله أنا عيني بتوجعني، بقول له كذا وكذا أعمل بالطريقة الثانية أشتغل شغل ثاني أو تعالي بكرة صباحا يجي بكرة صباحا بيجي براجع بشوف بشوفه. فهذا الحقيقة مش متوفر لمريض بروح بعملها في أماكن في دول مجاورة أو في أماكن بعيدة. فمن هذه الناحية احنا يعني بعتقد انه إلنا ميزة ولازم نحاول انه ان يعني ان نوصل هذه الرسالة للمريض. الناحية الثانية انه الأطباء عندنا يعني وصلوا لهالنتيجة هاي بالعمل الجاد، يعني إلنا فترة طويلة نشتغل عمال على هذا الموضوع والحمد لله وصلنا لمرحلة عالية من الثقة لدى المرضى. صار المريض يجي وبعدها يبعث ابن عمه يبعث أخوه يبعث قريبه علشان يعمل العملية. في نقطة ثالثة لازم أنبه إلها، في ناس بحب يعني مثلا بنعمل العملية لأغراض مثلا دخول لكلية عسكرية أو لكليات تتطلب إنه يكون نظرهم كويس. نعم. مشكلة هذه العمليات أنت بتأخذ وقت عشان النظر يوصل للحد الأعلى، يعني في بعض الحالات الليزر الصحي ممكن تأخذ 2 أو 3 أشهر. يعني مش على طول متى ما طلعت أنا. وبالتالي أنا بطلب من المرضى أو يعني إنه اللي بده يعمل العملية هاي لها غرض من هذه الأغراض إنه يخطط للموضوع مسبقا، يعني مثلا ممكن لو فرضا خلص التوجيه السنة بمجرد ما يخلص امتحان التوجيه يجي يعمل العملية حتى إنه يكون معه شهر أو شهر ونص اللي ياخذ يتحسن نظره فيه بحيث إنه لما يروح يتقدم لامتحانات الدخول لهذه الكليات يكون جاهز ونظره جيد. طب أنا كمريض ما بعرف في أجهزة الليزر، كيف لازم أبحث على المركز الصح أو على العنوان الصح؟ لأنه أنت حكيت في مراكز متعددة عندنا وفي الدول المجاورة. نعم. طب عشان ما أوقع ضحية يعني لأي مركز، شو ممكن أعمل؟ شو المواصفات اللي لازم تكون في الجهاز أقرأ عنها؟ شوفي، هو بشكل عام الأسعار المنخفضة جدا جدا يعني كثير بتخوف. بتخوف لأنه يعني السعر المنخفض جدا بيعني أنه الدكتور رح يعمل العملية وبس،
عارف كيف؟ هلا يعني معظم المراكز اللي احنا في بلادنا حد علمي انها بتقدم بديش اقول ضمانه بس على الاقل بتعتني بمريضها لسنوات لقدام. نعم اكيد في رقابه يعني. وفي ناس كثير يعني حتى العمليات تجرى مجانا بعد يعني في ناس بعد 10 سنين 11 سنه يجوا عملوا العمليه مره ثانيه وانعملت لهم مجانا امتداد للعمليه الاصليه. هلا هذا الحكي لا الدكتور اللي باخذ اجر منخفض جدا ما بيقدر انه يعمله لمريضه لانه هو يعني عامل حسابه على شيء مختلف ماشي. الناحيه الثانيه انه يسال يعني يسال اخرين مثلا هل يعني فرض بده يعمل عمليه في مركز يسال ناس عملوا في العمليه في المركز جربوا من قبل نفس المنبسطوش او يطلب من الدكتور بقول له دكتور في عندك ناس عملوا العمليه وانبسطوا اعطينا على وين اعطينا ارقام تليفوناتهم خليني احكي معهم على اساس انه يتاكد انه الامور كويسه. ومن ناحيه ثالثه بشكل عام بشكل عام المراكز اللي متابعه يعني لا مستشفيات ولا لا جمعيه او مستشفيات كبيره او كذا عاده بتحاول تحافظ على سمعتها بطريقه جيده بس ولكن برجع بقول المراكز الموجوده في الضفه الغربيه كلها ممتازه كلها ممتازة وهذا أنا مسؤول عن الكلام هذا الحمد لله نتائجنا كلها يعني لا تقل أبدا أبدا عن أي مكان في الدول المجاورة. كلمة أخيرة بتحب توجهها لمشاهدينا لحتى إما تشجعهم يعملوا الليزك أو يحافظوا على صحة عيونهم أيضا؟ هو اللي بنصحه أنه الواحد يعني لما يكون عنده مشاكل في النظر يجي يراجع يعني يشوف دكتوره يفحص عينيه ما يترك الأمور ما يهمل في صحة عينيه. يعني العين جوهر ربنا سبحانه أعطانا إياها فعلينا نحن نحافظ عليها بالمراقبة الدائمة يعني الفحص لو يعني الواحد حس إنه في مشكلة في عينه يجي يراجع يفحص ويطمن إنه أموره على ما يرام يا في شيء بده يتعالج يا ما بده يتعالج. كمان انصحهم انه ما يضلوا حاطين عيونهم بالموبايلات وبالتابلتات وعلى شاشات التلفاز الله الله عيننا لانه عندنا ادمان هاي الايام على وسائل التواصل الاجتماعي ما متشك انه هو اجهاد العينين يعني الله ينصح فيه. هو النصيحه في هيك حاله انه الواحد يحاول يريح عينيه يعني لو بكل ساعه 5 دقائق الى 10 دقائق راحه يحاول يطلع على اشياء بعيده بحيث انه يعطي العين قليل من الراحه زي ما هو الواحد مثلا بيمشي وبحاول يرتاح من التعب برضه العينين لما تشتغل كثير بتحاول بتحب انها ترتاح شوي. دكتور قبل ما تورجينا كيف بتنعمل عملية الليزك عندي سؤال من أنا صغير محيرني صدق. عن جد الجزر بأول نظر هو الجزر بيحتوي على فيتامين A. فيتامين A في فترة من الفترات أيام الفقر الشديد أيام المجاعات القديمة كان يعني ناقص في فكانت تمر فترات نقص الفيتامين A يؤدي لشيء يسموه عمليلي أو عشاء في النظر. فعلاجه كان انه الواحد ياكل جزر كثير عشان هيك كان الجزر اول نظر يعني بوقتها كان اول نظر بس الان الغذاء متوازن في معظم الحالات ما كان ما في يعني الحاجه الشديده بس والله الجزر زاكي يعني والله دكتور عبد الفتاح عرفات من مركز النور للعيون شكرا جزيلا لك. شكرا لكم ولتلفزيون فلسطين واحنا نتمنى لكم التوفيق في خدمه البلد. نتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة عن عمليات الليزك لتصحيح البصر وتذكروا أن نسبة نجاح هاي العمليات أعلى من 95%. مع تمنياتنا بالصحة والسلامة للجميع في أمان الله.